السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم إن شاء الله وصفتنا عبارة على واحد الفطائر اللي كيجيو رائعين وكيجيو زوينين. هنا كندير واحد 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، كندير مليحة، وهنا كندير معلقة ديال السكر، معلقة ديال الخميرة، ونص كاس ديال الزيت، والماء كناخد 150 مليلتر، وكنشوف واش غادي يقدنا ولا لا. هنا كندير هذيك 300 غرام ديال الدقيق الابيض، وكندير الخميره والملحه، الخميره حسب الجو، عفوا الخميره والسكر، وعاد باش المليحه عفوا. هنا كنخلط النواشف، انا كنخلطهم بيدي حيت غادي نخدم بيدي. وهنا كندير واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه، كنحركها شويه مع هذاك الدقيق الابيض، وكنبقى نعجن بالماء الدافئ. هنا درت 150 مليلتر ديال الماء، قداتني قد قد جات هي هذيك. ما كندلكوهمش، الا كان عندكم الوقت انا كجمعتهم وكنخليهم، كنعطيها واحد ساعة ونص ديال المقانة الا كان الوقت، وكنخليها تخمر على خاطرها. هنا هي المويه، هي هذيك جات. هنا كندلكها شويه عير بحال هكا بيدي، عير بحال كنخلط هذوك العناصر، وكندهن شويه ديال الزيت، وكندهنها من الفوق، وكنغطي عليها وكنخليها تختمر. قد ما اختمرت قد ما كتجي مزيانه. هنا هي اختمرت العجينه ديالنا، هي ضعف الحجم ديالها. هنا كنحيدو منها هذيك الهواء وكنجمعوها. اللي بغى اكثر بهذا القياس راه كيضاعف المقادير. هنا كندير النشا، كندير شويه ديال النشا، وكنلولب فيه هذوك الخبيزات ديالنا صغيورين بحال هكا. تنحطو باش ما تلصقش. بعد ما خمرات طلق داك مابقاش قاصح، في الاول كان قاصح. كملناهم تقريبا، خرجوا لي 8 الفطائر وحده صغيره. سنفزكم شويه ب سنشفهم عفوا بالنشا بحال هكا، وكنخليهم سكت تلقوا شويه. هنا كنغطيوهم يرتاحوا، غادي نمشيو نوجدوا الحشوه ديال الكاوكاو. انا وجدتها، طحنته هو وشويه زيت البلديه وواحد المعلقه ديال السنيده،
اللي بغى يدير يدير اللوز، يدير اي حاجه عندك في الفواكه الجافه تقدر ديريها، كتجي مزيانه بحال هكا. وهنا كنبقى نرققهم، هي دابا رققت. وطحناه وكنخلي فيه طروفه بحال هكا صغار، يعني ما كنطحنوش كله، حتى كنطحن وعاود كنلوح شي طريفات كيجيو وسط هذا، كيجيو زوينين وسط هذوك الفطائر. وكنطويهم، حنا طويناهم دابا، وكنجيب هاد الراس الاولاني وكنلاصقو مع الراس الاخر، كنطوي على جوج بحال هكا. كنجيب واحد الموس وكنقسم من الوسط، بحال هكا كيجيو. كنعاود معاكم وحدة تانية، غادي نصوبو الثانية، كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنكملهم. كيجيو بنان وساهلين، تحتاجيهم في رمضان ان شاء الله، هادو كيتصاوبوا في رمضان كيجيو زوينين. كنبغيو نبدلو نغيرو في الميدة المغربية، وكنطويهم بحال هكا وكنقطعوهم من الوسط، كنقطعهم غير بشوية. كنطويهم بحال هكا حتى كنكملوهم كاملين، وبعد ما بعد ما نكملوهم تنجيبو واحد الصفار ديال البيضه وكندهنو ليهم غير هذوك الرويسات الفوقانيين، كندهنهم بالبيض. كندهنهم كلهم وكندخلوهم الفران، كنشعلو عليهم العافيه من الفوق ومن التحت على درجه الحراره 180، وكنخليوهم يطيبوا. ما كيتعدوش 15 دقيقة وكيكونوا موجودين.
هما الفطائر ديالنا كيجيو ساهلين وبساط وكيكونوا طيبين من التحت. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.